ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. ودلوقتي جه مع فقرة أخبار سريعة، وأول خبر معانا عن السوبر ستار غادة عبد الرازق اللي بدأت تصوير أول مشاهد خارجي في مسلسلها الجديد الخنكة في مدينة 6 أكتوبر. مش بس كده، لكن كمان بيشاركها البطولة فتحي عبد الوهاب. مش دي آخر أخبارنا عن السوبر ستار غادة عبد الرازق، هي كمان اللي عرفناه إن المخرج إسماعيل فاروق خلص مونتاج فيلمه الجديد اللي اختشفوا ماته واللي المفروض هينزل في أجازة شم النسيم. يا ترى ايه اخر اخبار رانيا يوسف؟ رانيا يوسف بتصور دلوقتي مسلسلها سبع ارواح، طبعا بيشاركها في البطوله صبري فواز.